السلام عليكم البنات، مساء النور. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي مزيان؟ كاين شي عطله؟ كاين شي سفر؟ كاين شي تبحار؟ ايوا والحمد لله على كل حال. بغيت نتقاسم معكم شي مناظر طبيعيه عاود عجبوني ملي كنت في باري ونواحي. وهنا نقول لكم غاديين لواحد الغابه، غابه كبيره حتى شنا هي، كاينه في مدينه مولان. الغابة سميتها فوغي دو سيسون. هي زوينة في الحقيقة، فيها مناظر زوينين وفيها الشجر الخضورية، كيكونوا فيها الناس بزاف. أنا غيبانو لكم الطوموبيلات ديال الناس اللي جاو داك النهار. كاين اللي كيمشي يا إما كيدير فيها سبور، يا إما كيديروا الباربيكيو، كيتغداو الناس تما. المهم هي كبيرة كبيرة بزاف، شجر كبار ولكن فيها الهدوء. عاود تاني كاين الهدوء، الهدوء لدرجة الهدوء مخيف. أنا بعدها واحد الوقت تخلعت. المهم هانتوما معايا نوريكم المناظر ديالها كيفاش زوينين. الناس اللي ساكنين في النواحي مثلا وبغاو يمشيو شي مرة يدورو يمشيو يتغداو في تما ولا. المهم هانتوما تشوفوا معايا دابا الهدوء ديال الطبيعه كيفاش داير زوين، والخضوريه الالوان. يلا انا ما نكثرش الهضره، انتم معايا مرحبا. هاني بالعاني خليت لكم هذيك لابارتي اللي فاتت ساكته ثقيله باش تسمعوا صوت الطيور والعصافير. هنايا لابارتي اللي فيها الشجر هكا ملاصقين كما كتشوفوا مزادين، يعني غابه غابه غابه. هي زوينه تمشي فيها هكا، واحد الجو نقي صافي. ولكن الصراحه ملي دخلنا لهذا الوسط هذا انا خفت من هذا الوسط. كانت معايا واحد السيده من العائله كانت كتزيد تدخل عني هي، يعني عارفه البلاصه مولفه كتمشي لها، يعني ما عندهاش مشكل. هي خفت منها وكانت كتدخل عني. ماشي كتدخل عني بالبنادم، كتدخل عني غير بالحيوانات. انا خفت غير كنقول دابا يخرج لينا هنا شي ديب شي ثعلب شي. هي كتقول لي راه الدنيا ديما كيجيو الناس، ما تخافي والو. راه كان واحد الوقت دارت لي واحد الفلاش وهربات سحبني واش شي حيوان اللي شفت. لكن الصراحه البلاصه تستاهل الواحد يجي يشوفها ويدور فيها. وسميتو زوينه زوينه، بارده الدنيا وزوينه الطبيعه. يلا هنخليكم تشوفوا بلا ما نكثر الهضره.
ايوا هنا انا قربنا نساليو الغابه صافي. من بعد مشينا لواحد الجريده دينا لها الدراري الصغار، ها هي حتى هي جرده كبيره تبارك الله، وديكورات زوينين عجبني المنظر وقلت نوريها لكم وصافي. جرده دايرين فيها البلاصه فين كيلعبوا لي تو بيتي بيبي صغيورين، كاع عازلين لهم بلاصتهم، اللعب ديالهم خاصين، وعازلين عاود الوليدات شويه هكا اللي كيكونوا كبيبرين شويه حتى هما عازلين ليهم بلاصتهم. عجبني الديكور ديالها وقلت نصورها لكم وصافي. هما الدراري كيتجاروا تجاروا باختو اللي كيلعبوا. حتى هي شجر كبار والورد، ورد زوين الوان زوينه، الطبيعه بحال هكا كترد الروح كيف كنقولوا. واحد جلس في البرودية بلاصه بارده بحال هكا والخضوريه
تجي زوينه. ها الوليدات راهم مشاو يلعبوا، هادو كبابرين شويه كي يلعبوا راسهم، ما محتاجينش اللي قبلهم. شوف بحال كانوا صغيورين بزاف، ضروري خصك تبقى معاهم. داكشي علاش عازلين ليهم بلاصتهم، البلاصه اللي فيها هادوك الصغيورين حاطين تما كلاب، البلاصه فين يجلسوا الناس، فين ياكلوا الا بغاو ياكلوا، طبيلات حاطين لهم النوع ديال اللعب حتى هو ديال الصغار بزاف، مفرقينهم يعني، محطين ما دايرينش هادو اللي كبار شويه مع دوك الصغيورين. الورود، الورود الوان الحمار والخضار والبيض الغوز الوان زوينين.